وفوق معاناتهم معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين لا يصلهم الدواء. حوالي 5200 مريض بالفشل الكلوي يواجهون خطر الموت بسبب النقص الشديد في إمدادات الغسيل. جلسات الغسيل المقدرة ب 700,000 جلسة غسيل سنوياً بواقع 4 جلسات لكل مريض لا تغطيها الإمدادات المتوفرة والمستلزمات الطبية، الأمر الذي قلص عدد الجلسات إلى 2 جلسات أسبوعياً. معاناة يومية ضاعفتها أوضاع القطاع الصحي المتدهور جراء الحرب، فمن أصل 32 مركزاً لغسيل الكلى موزعة في محافظات عدة أغلقت 4 تماماً، الأمر الذي حمل باقي المراكز أعباء إضافية، إضافة لانقطاع رواتب العاملين في هذا القطاع. أجهزة كلها معطلة. أجهزة كلها معطلة دكتور. أجهزة كلها معطلة. في الحديدة مثلاً يكافح المئات من مرضى الفشل الكلوي من أجل الحصول على رعاية صحية تخفف آلامهم. لكنهم وإن نجحوا في الوصول لمركز الغسيل عادة ما يخيب أملهم، إما بسبب زحام المشفى وقلة الأجهزة أو انعدام المستلزمات الطبية. ناشد المرضى وكرروا نداءاتهم، لكن لا مؤسسات الدولة حاضرة ولا المنظمات العاملة في المجال الإنساني قادرة على تغطية احتياجات تتزايد باستمرار بفعل الحرب.